خليني نفكر معك بصوت عالي. يقول القائل معناها لو وليد هو شريك كما كنا نحكيه، أنت تقول لي العمل اللي تكلف إجمالا 400,000 دينار، هو ما دفعش منابه، وفما إمكانية كونه يتبث على قناة ليبيا، وبتبيع القناة هذه باش تدفع فلوس، وإذا كان هو شريك شنو اللي يمنع أو التصرف اللي تراه سيادتكم غير قانوني خلى وليد ما يساهمش كونه البرودوي هذا يتباع للجهة الليبية؟ هو استحوذ عليه، يعني هو قطع جميع، هذه هي الإشكال اللي حصلنا فيه، هو قطع جميع قنوات التواصل بينه وبين المنتج، المنتج الأصلي، المنتج الحقيقي اللي أنا نحكي عليه اليوم. يعني أخذ البرودويات الكل الزوز راهم تاع أنجولينا التونسية، الفيرسون التونسية والفيرسون الليبية، هزم عنده، وهو اللي سوق العمل للقناة الخاصة التونسية، وهو اللي قام بجميع يعني قطع بطبيعة الحال جميع قنوات التواصل. قلت لكم على السيد هذا اللي جاب حتى في الفيرسون التونسية جاب يعني عرض مخير معناتها للقناة الوطنية التونسية، معناتها القناة الوطنية الأولى كانت باش تاخذ الوطنية الأولى هي اللي كان باش يتبث عليها أنجولينا 19، هي اللي كان باش يتبث عليها أنجولينا 19، وهي اللي قدمت العرض مخير، ولكن وليد زريبي خير باش تتبث، نظرا ما نعرفش أنا شنو السبب اللي كان عنده، خير أن تبث على القناة الخاصة اللي تبث عليها، عرفوها شافوها الناس شافوها عليها، ومن هذه بدأت الإشكالات. يعني كنت تستحوذ على جميع العمل هذا، وإحنا راهو هلا شوف أنت باش تفهم، صارت تدخلات وصارت وسطات، وعلى الرغم ذلك ما لباش دعوة يعني السيد اللي مثله، ومع هذا راهو ما سلم البوند هذه الديس كبير اللي فيه التسجيل نتاع القنوات اللي نتاع الحصص اللي تتعدى في القناة الليبية إلا منذ 3 أيام تقريبا عند الباعة.